السلام عليكم. هلا 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 عيني اخوان. ابو وسن وضع كلش حرج، وهاي الوصفه مالته تكلف 700,000 دينار، وانا بعد ما عندي فلوس. فدوا اروح لكم خلي نساعده. 700,000 هاي ايش بيه غايب؟ هذا ابو وسن ترى عرج ما يطقه يابا. البارحه انا وياه بالمستشفى. عمي ما عنده اهل، ما عنده عشيره، إيه خلي يساعده. ما يخالف ابو حارث، الخاطر مرته وجهالا نساعده. عمي احنا على باب الله، وضعنا تزق. عوده اللي يصير بابو وسن اليوم ممكن باكر يصير باي واحد بينا. ابو وسن اكبر كذاب. عيني لا تخاف علينا، خاف على نفسك، احنا كل شيء ما يصير بينا. يابا اول مره الرجال يطلب مساعده بلسانه، واحنا اهله واصدقائه وجيرانه، خلي نساعده، خلوا عندكم رحمه. قام يجدي بمكان النوم. ضمد الزم حدودك. غايب اسمح لي، انت اذا تيد تسوي زين ساعده، يعني تيد مساعده من عندنا بالقوه. ايش ما دريني انا غايب، خلينا مرتاحين، لا تجيب لنا مشاكل الله يخليك. ايه يابا ضلوا مرتاحين، اروح انا. الله وياك. لطش القشمر هذا ابو وسن، ايش مسوي له من سحر؟ ايش ما دريني يا بيه من العباس. يلا.